ضجة في الأوساط السياسية والمدنية العراقية إثر إعلان انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق. العراق البلد الذي مزقه الإرهاب بداية بالقاعدة ثم داعش، ليتبعها تزايد مستمر بأعداد الميليشيات المدعومة من إيران، واقع بأزمة أمنية خانقة. وإن كان على العراق أن يختار بقاء قوة لحمايته من الجهات الأخرى، فهناك من يفضل بقاء القوات الأمريكية ويعتبره الخيار الأفضل للعراق. العم جابر من سكان الفلوجة الذين يرون أن العراقيين سيتضررون جراء التوغل الإيراني في العراق بسبب الفراغ الأمني الذي سيحدثه انسحاب القوات الأمريكية. بعد ما شفنا التدخلات الإيرانية وسيطرة إيران على العراق، فإحنا نحاول أن نستعين بالأمريكان. وأكثر ما يخشاه العراقيون إيقاظ خلايا داعش النائمة وعودة عناصرها إلى الواجهة بشراسة، واستخدام الميليشيات المدعومة من إيران هذا العنف لتبرير بسط نفوذها في العراق. وإذا انسحبوا الأمريكان راح يرجعون الدواعش وراح يرجعون تنظيم القاعدة ويجوز أن ترجع لنا منظمات إرهابية أخرى. في الشهر الماضي وحده خفضت أمريكا عدد قواتها إلى 2500 جندي، أي حوالي نصف المستوى الذي كان عليه قبل أقل من عام، وهي الفترة التي شهد فيها العراق عشرات الهجمات التي نسبت إلى داعش، آخرها تفجير انتحاري قتل أكثر من 30 شخصاً في بغداد. التحالف العسكري ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة نفذ 10 ضربات في ديسمبر الماضي وحده، ولا يزال 100,000 جندي من القوات الأمنية العراقية، أي حوالي ثلث قوات الجيش العراقي، يواجهون خطر الجماعات الإرهابية في المناطق الشمالية والغربية من العراق. مكرم حناوي، العربية.